السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير، عواشر مباركه ويدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتو يا ربي، اليوم بغيت نشارك معكم بعض المنتوجات اللي كنشريها من كوسكو. منتوجات زوينه وفي نفس الوقت صحيه، وبغيت نشارك معكم في نفس الوقت واحد المنتوج اللي اكتشفته غير مؤخرا، اللي هو رائع بزاف بزاف، خصوصا الناس اللي كيعجبهم السردين ديال المغرب. المهم غنوريه لكم بطبيعة الحال. اول حاجة غنبدأ بها هو الدقيق، دقيق القمح اللي كناخده من كوسكو. هذا الدقيق، الفرق بينه وبين الدقيق اللي كيتباع في المحلات هو انه ما فيش واحد البنة اللي مجهدة. ملي كناخده من المحلات كيجيني بحال غامل، بحال المهم كيجي واحد بحال التراب، بحال كنعجن بالتراب. المهم هذا زوين خفيف، ما فيش النخاله بزاف، ولكن زوين. كنصحكم انكم تجربوه، وما غاليش يعني، مقارنه ما غاليش بزاف. بالنسبه للمنتوج الثاني خديته بمناسبه العيد الكبير، هو البرقوق. كيف كتشوفوا هذا الباك هذا فيه 2 باوند تقريبا، كيلو ديال البرقوق طلع عليا ب10 دولار، الوغ كو في المحلات الصغرى كناخد رابعة تقريبا كتطلع عليا ب4 ولا 5 دولار. يعني لا جينا نقارنوا الأسمنة، فمن الأحسن أنكم تاخدوا هذا ولا تاخدوا من المحلات الصغرى. مهم زوين صراحة، بحاله بحالهم، هو ماشي بحال البرقوق ديال المغرب. هذا كيكون بلا عظم، زوين ودغيا كيطيب. المنتوج الثاني غنوريه لكم هو المشماش. المهم خديت المشماش، حتى هو لقيته في كوسكو، الثمن ديالو حتى هو 10 دولار بحال البرقوق. هذا فيه حتى هو كيلو 2 باوند، وصراحة اول مره غادي ناخذ المشماش من عند كوسكو حيت جاني ثمن رخيص مقارنه بالسطورات. كنت كناخذ نفس الشيء، كناخذ غير ربعه ديال واحد الباك صغير ب7 دولار. السكر كناخذه دائما من كوسكو، كناخذ هذا البراون شوغر، زوين بزاف والثمن ديالو مناسب مقارنه كذلك مع السطورات الاخرى. الحاجه الاخرى اللي بغيت نشارك معكم هي الزبده. الزبده كناخذها من كوسكو، كنلقاها اورغانيك وانسالتد، والثمن ديالها مناسب مقارنه بالستورات الاخرين. كنت كناخذها من ليدل، ولكن ملي جيت نقارن البرايسز الاثمنه من الاحسن تاخذوها من كوسكو، وهي بحال الزبده ديال المغرب وزوينه، يعني لا بالنسبه للحلويات لا بالنسبه للدهني بها البغرير، زوينه و الثمن ديالها كيف قلت لكم مناسب جدا. وكناخذ حتى لافاش كيري من تما، هاد ربعه الباكيات كيديروا تقريبا 7 دولار، الوغ كو غير باكيه وحده الا جيت ناخذها من على برا من ستورات الاخرين كنلقاها ب4 دولار تقريبا. دونك دائما انا كناخذو من تما من كوسكو في بلاصه فيلادلفيا. فيلادلفيا كتجيني كدير لي الحبوب، ما كناخذهاش. المهم الحاجات الاخرين اللي كيعجبوني عند كوسكو، هاد الزريعه كناخذها من عندهم زوينه بزاف، كنلقاها مقرمشه يعني ماشي لاويه، وتا الثمن ديالها زوين يعني تقريبا دايره شي 9 دولار. كنديرها مع لي سالاد، فيها الزريعه ديال القرعه وفيها الزريعه الكحله وفيها الزبيب الاحمر، زوينه يعني عن تجربه. لما مشيتو تما اورغانيك يعني ماشي شي حاجه اللي فيها الدواء ولا. المهم زوينه والثمن ديالها جد مناسب. وهذا الفرماج هذا كناخذه من عندهم مره ديال الموتزاريلا، بالنسبه لبغيت نصايب سالاد ديال الطاليان، كيجي زوين خفيف بحال الفرماج اللي كنشريو من المغرب نيت من كارفور. هذا زوين بزاف الا بغيتو ديروا سلطه بالمطيشه وزيت العود وشويه ديال السبانخ. وهذا الخل ديال البلزاميك حتى هو كنلقاه عندهم بثمن مناسب زوين، دائما كناخذو من عندهم، اللي قلت قدريه كناخذو من كوسكو. وبغيت نشارك معكم حتى هذا الجبن، هذا نورمالمون شحال هذه كنت كناخذو من الدي، كنت كناخذ واحد ب3 دولار وقيله ما عقلتش.
هذا باك كامل بثلاثة كيتقاموا عليا برخص مقارنه بالدي، كنلقى دائما كناخذو من عندهم، كيعجبني كنصايب بيتر غايف بعض المرات. والحاجه اللي اكتشفتها هو هذا المنتوج، صراحه يا البنات رائع جدا بزاف بزاف. انا نصحتني به واحد الامريكانيه، بنت ليا كنت غنخلص المره اللي قبل، كنت قديت من كوسكو وبنت ليا شاريه هذا، قالت ليا كنصحك انك تاخدي هاد السردين راه زوين بزاف وراه ديال المغرب. فصافي درتو في بالي، المره الاخرى مشيت عاوتاني لقيت واحد امريكانيه اخرى بارك تاخد بزاف، قالت ليا راه زوين بزاف. المهم هو ديال المغرب 100% وايلد، يعني راه مكتوبه فيه ومرقد في زيت العود، ما فيه لا قشور ما فيه لا سلسول، يعني منقي مصايبينه بحال مبخرينه ولا مدخنينه، في واحد اللذة زوينه، يعني ماشي ما كتحسيش به هذاك هذاك المذاق المجهد ديال السردين، لا زوين رائع بزاف. يعني الناس اللي كيتوحشوا السردين فخذوا هذا وما غاديش تندموا، صراحه يستاهل. ها نتوما كيف كتشوفوا في لابواط حليتو لكم، صراحه زوين بزاف ومرقد في زيت العود، يستاهل. والثمن ديالو مناسب، راه 6 البواطات بواحد الثمن مناسب بزاف. غادي نخلي لكم صور ديال هاد المنتوجات باش نتوما تستافدوا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش الضغط على لايك واشتراك وتعليق، الى اي سؤال مرحبا به. شكرا بزاف على المشاهده، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد.